امشي. كامل اخويا هاني بينصب. ايوه باش، ده ضحك علينا وخد فلوسنا في القهوه واحنا بنلعب قمار. ايوه بس يعني اللي عمله كامل ده ما يعتبرش نصب. امال يعتبر ايه؟ يعني يعتبر شطاره، والفلوس اللي خدها منكو دي يعني مكافئه عشان حرفنته. مكافئه؟ انت بتقول ايه يا جدع انت؟ طيب يعني انا عندي حل ممكن يعوضكم الخساره بتاعتكم. ايه هو الحال؟ احنا نلعب دورين على الورق، جايز تعوضوا اللي خسرتوه. شاهين اتجوزت يا نجيب، بنتنا الحيله بقت عروسه، كان نفسي تشوفها وتفرح بيها من ساعه ما استشهدت في الحرب وسبتها لي مع اخواتها، وانا بقى في رقبتي امانه، والحمد لله ربنا قدرني وربيتهم على قد ما قدرت. كل الناس بتحلف بأخلاقهم وحياتهم. وحشتني وحشتني يا نجيب، وحشتني قوي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا ماما؟ الحمد لله يا حبيبي. تعالي ليه؟ لا تبقى حكي مع ابوك شوية، اصل وحشني قوي. وحشتنا كلنا، ادعي له بالرحمة. الله يرحمه ويحسن إليه، كان راجل عظيم، عاش محترم ومات شهيد. الناس كلها كانت بتضحك على شهامته وبطولته. كفاية سيرته الحلوة اللي سابها لنا وعايشين عليها لغاية دلوقتي. فاكرة يا ماما يوم رحنا نستلم نجمة سينا، كنت انتي حامل في شاهين ده ولاد محمد على كتفك وسحباني في ايدك. أبوك ده كان بطل، وجابلك بطلين، بطل كبير وبطل رزل. إن شاء الله البطل الكبير والبطل الرزل هيبقوا أبطال زيه بإذن الله. بمناسبة الرزل صحيح، هو فين؟ ما تقولش على اخوك رزل، دوت زي العسل، راح يا سيدي مع اصحابه النادي. خليه يتهوى شويه بدل ما هو قاعد مكانكم في الوادي الجديد. بقول لك يا ستكل، نعم يا حبيبي، انا جاي من الشغل خلصان، عايز اخش اريح شويه، فايه ودي دول خليهم معاكي وما توجعيش قلبي زي كل مره. يا حسام ما انت على طول بتديني فلوس يا بابا، هتقعدي تقولي كده وفي الاخر هتاخديهم فاخديهم على طول. ربنا يخليك ليا يا رب، ما تحرمش منك ويجعلك في كل خطوه سلامه. وايه كمان يا ربي؟ عايز ابقى لواء بسرعه. ايوه وتبقى حضره اللواء. ربنا يحرمني منك يا حبيبي. سي يا حبيبي، شكرا. انا اخش رايح. سي يا جميل. تخسر يا حلو. ايه 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 الحظ الهباب دي؟ اتغلبت يا ناصح. حد ليه شوق يلعب معايا تاني؟ انا يا روح امك. يلا طاهر، يلا هات الطهوه من هنا. يلا يلا جت كل قرف. ايوه طاهر، طاهر اللي هيخلي ليلتك سودة ومخططة باسود. رياض ال 5000 جنيه اللي ضحكت على الراجل وخدتهم منه. انا ما خدتش حاجة. طب والنعمة الشريفة يا كامل؟ لو ما طلعت بالفلوس لكون مقلعك ملط ومعلقك على الشجرة لحد الصبح زي المرة اللي فاتت. فاكرها ولا فكرك بيها؟ لا لا خلاص ملوش لزوم، انت ليك وهتاخد وانا عليا دي. لا يا روح امك، البقين الحمضانين دول ما ياكلوش معايا، ده انا اللي معلمهم لك. طب خلاص بينا نطلع على البيت وانا اديهم. ده انا اللي حدهم لك. ايه؟ ايوه يعني طالما طلعت معايا راجل يبقى هديك منهم 20 جنيه. 20 جنيه؟ يا اصيل يا ابن الاصول يا معصل. ايوه بس على شرط. شرط ايه؟ هقسم معاك في الايراد بتاع النهارده. حرام عليك، ده تعب يا شجاع طول النهار. تعب ايه يا ولد؟ ده نصب واحتيال والشهود كتير، يعني ممكن اعمل لك قضيه وارميك في الحبس وقتي. وتسجن اخوك يا طاهر؟ واسجن ابويا لو اتضح لي انه حرامي وما رضيش يقسم معايا. طب نقسم قسمه العدل؟ لا يا حبيبي، قسمه العدل دي ما تاكلش معايا، احنا هنقسم القسمه اللي على مزاجي، وانت هتقول الله يبارك لك. ها قلت ايه؟ الله يبارك لك وياخدك. بتقول حاجه يا ولي؟ لا يا اخوي، ده انا بدعي لك. وعليك وعلى ضحكتك النتني. قوم ياد من قدام، قوم ياد من قدام. احنا بنسمع مني البنات دول نعمه. انت ما فيش حاجه في دماغك دي غير سيره البنات؟ يا ترحمنا يا ترحمهم. طبعا ما فيش في دماغي غير سيره البنات. عايزنا نتكلم في ايه والنبي؟ ده هما دول اللي بيهونوا علينا العيشة. طالما كده ما تتجوز. انت كمان عاوزنا اتجوز؟ هو الجواز بقى موضة؟ لا
بس الجواز ده سنة الحياة، يعني حب، استقرار، أطفال. صباح الخير يا حبيبي. صباح الخير يا حبيبتي. دلع دلع. طب ما أنا بتدلع من غير حاجة، هو لازم أتجوز يعني؟ أنا مبسوط وأنا عايش كده زي النحل وسط الورد. أحلى ده بلب الطموح اللي كله قرص. ده هو كله قرص بس في عسل برضه. مين دي؟ تعرفش أول مرة أشوفها تيجي النادي. مش آخر مرة. هي بنتي ده أنت جامدة جامد. احترم نفسك. حاولت احترمها كتير بس هي ما وافقتش. ما تيجي نحترمها سوا. مين الواد الثقيل ده؟ مين البت الجامده؟ مين الواد ده؟ ده هيثم، عينيه فارغه شبهك بالظبط. اكيد ماما نحله عشان تجيب العسل ده كله. اشكرنا ماما نحله. قلت لك وقف. جاب سيرتك يا فال. لا طالما جاب سيرتي يبقى لازم يتربى. رايح فين انت بس؟ هروح اربيه واعلمه الادب. ليه بقى؟ عشان اتعرف عليها لان دي فرصتي الوحيده. يا فال اللي بياخدهم تجارته هيخسرها. انت مش فاهمك انت. انت ماسكني كده ليه؟ اوعى بوظت الجاكيت. اوعى. عنيف. هموت انا وعيد السنه. سعيد ايه يا كابتن؟ بقول لك ايه، ده نادي محترم واللي بتعمله ده ما يصحش. انت ان شاء الله رئيس مجلس اداره النادي. انت مالك؟ انا مالي ازاي؟ دي بنت خالتي. مساء الخير. انا اللي قرب لها سيح له دمه. صدق خفت؟ خفت وتوترت وصدعت. معاك حاجه للصداع؟ ايه ده التقل اللي انت فيه؟ ايه الواد التقيل ده؟ يلا حبيبي انا مش هلفط لك وشك. طب والله العظيم فكره برضه، اصل انا من زمان نفسي في التغيير. ده انت تقيل بس تصدق هرنك علقه. ترن لي علقه؟ طب مد ايدك كده عشان قسما بالله بتليفون واحد ابعتك ورا الشمس. هتكلم مين يا ننوس؟ ماما. هتكلم امك تيجي تلحقك. امي؟ انا بقى هعرفك ان ننوس ده هيعمل معاك ايه. كده بالصلاة على النبي بقيتوا 20,000 جنيه بالتمام والكمال. سلام سلام. كده لو تولفوا مع بعض وتولدوا ولاقيكوا كده 10 أرانب. ايه دي يا طاهر الطمع دي؟ الطمع يقل ما جمع وأرنب واحد. امال انا سايبكوا هنا ليه؟ ما هو من 10 الأم 40 يوم صار منهم. يا رب أرنب واحد مش كتير علي. ده اني غلبان يعني؟ هي جت علي يا حسام. ما انا قلت لك خدوني على اخوانك. وكمان ليك عين تتكلم؟ هتقول ايه بعد اللي حصل يا محمد؟ هو ايه اللي حصل؟ ما انا سليم قدامك اهو. انا مش عارف الاهل الاغبياء دول جابوني على المستشفى ليه. خلاص يا محمد، خلاص يا حسام يا حبيبي، الحمد لله اللي جت على قد كده. حصل خير؟ هيجي منين الخير يا ماما؟ لفندي بكره هيتحول لمستشفى الشرطه، يعني محضر، يعني سين، يعني جيم، يعني الداخليه كلها هتعرف ان محمد بير هلالي عامل فيها فالنتينو وبيتخانق مع شويه عيال مراهقين عشان حته بنت اللي راحت ورجعت واهلها سايبينها على حل شعرها. عيب يا حسام، انا عمري ما سمعتك بتتكلم بالطريقه دي على حد. وبعدين ما تنساش انك ليك اخت. يا ماما حضرتك مش فاهمه حاجه. لفندي ده اكيد هيتجازى لانه لا راعي هيبه وظيفته ولا مركزه ولا السبلايتس اللي على كتافه وعمل راسه براس شويه مراهقين عشان حته بنت ما تسواش. صباح الخير. السلام عليكم. صباح السلام. السلام عليكم.
عامل ايه دلوقتي؟ الله يسلمك، انا تمام زي الفل، مفيش حاجه. انا اسفه بجد على اللي حصل امبارح بسببي. هو انت بقى السبب في المشكله دي كلها؟ وانا والدها. اهلا وسهلا. اللواء هاني الباجوري مساعد اول وزير الداخليه. اللواء مين يا فندم؟ اللواء هاني الباجوري مساعد اول وزير الداخليه. تمام سعادتك يا فندم، تشريفك لينا يا فندم ده على دراستك من فوق، ما كانش في داعي سعادتك تتعب نفسك وحضرتك غني عن التعريف يا فندم، مش محتاج تعرف نفسك ولا ايه يا ماما. انا بقى سعادتك انا الرائد حسام الهلالي يا فندم، مكافحه التهريب واخو النقيب محمد الكبير، وانا اللي مربيه وانا اللي معلمه كل حاجه يا فندم. اهلا بيك يا سياده الرائد. اهلا بسعادتك يا باشا. الف حمد لله على السلامه يا سياده النقيب. في الحقيقه انا مش عارف اشكرك ازاي على شهامتك والموقف النبيل اللي انت عملته مع بنتي ريهام. عايزك تشد حيلك بقى وتقوم بالسلامه. انا متشكر جدا يا فندم، بس انا ما عملتش غير الواجب. ولا يا حسام، مش ده اللي كان المفروض اعمله برضو؟ طبعا طبعا الله، واحنا ده دي سمه في عيلتنا يا فندم. الله، ولو ما كانش عمل كده ده انا كنت كسرت عظمك بايدي. انت لسه كنت بتقول ايه دلوقتي؟ كنا عندنا اخوات بنات. بالظبط، عندنا اخوات بنات يا فندم. يا فندم مجيتكم عندنا دي دلوقتي لا على راسنا من فوق، والله انتوا شرفتونا. ما تقوليش كده يا حاجه، ده اقل واجب ممكن اعمله انا وريهام بنتي مع النقيب محمد. ولا ايه رايك يا حسام بيه؟ اللي تشوفه سعادتك. هو كان كفايه تليفون يا فندم، يعني تليفون كفايه. تعبناك يا بنتي والله معانا. ميرسي يا طنط، لا تعب ولا حاجه. ها بالظبط، تحب تاخد اجازه قد ايه عشان تستريح؟ اسبوع، اتنين، ولا تلات اسابيع؟ انا تحت امرك. متشكر يا فندم، انا الاداره كده كده مديني 20 يوم اجازه و10 ايام كمان من عندي. ليه يا فندم ده كتير؟ كتير ليه؟ اسكت انت. لا كتير يا فندم، كتير قوي طبعا. ولا كتير ولا حاجه، ده اقل واجب ممكن نعمله مع النقيب محمد. يا فندم لو سعادتك عايز تعمل واجب فحضرتك، انا فرحي اخر الشهر وتشريفك قيمه على راسنا من فوق. نمره اتنين بقى، ال 10 ايام بتوع محمد دول انا اولى بيهم سعادتك، انا عريس وداخل على جواز وهم ادوني 15 يوم بس يعني. ان شاء الله ان شاء الله يا حسام. يلا طاير بيه مش هوصيه. حاضر حاضر. الواد ابني بس بقى جت كل قرف، قرفتوني من ساعه ما جيت. يلا غور انت وهو من هنا. ده ايه البلد المعفنه دي؟ انت بتاكل؟ يلا يا من هنا غور في داهيه. كل قرف يا ساتر يا رب. منور يا طاهر باشي. الله ينور قبرك يا فرجاني. انا فرحه مش سيعاني يا اولاد، باجي طاهر باشي على سنة ورمح هدايا هنا في القهوه. ما تقولش كده يا فرجاني، ده احنا اخوان واني خيري عليك. ايه الغيبه الطويله دي؟ والله مشاغل يا فرجاني، اصل سياده الوزير كان مكلفني بمأموريه وقال لي يا طاهر باشي محدش هيقوم بالمأموريه دي غيرك، لان اني واثق فيك وانت تعتبر دراع اليمين. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يخليك لبلدنا. انت دايما رافع راسنا لفوق. ماني عارف، ده انتوا من غيري ما تسووش بصلي. انت يا ولد ولد، تعال شوف طلبات طاهر باشي. طبعا الطلبات كلها على حساب المحل كالعادي. يا طاهر بيه اشرب ايه؟ يا ولا قله الذوق اللي انت فيها والجليطه دي. واني قلت حاجه؟ داخل كده تقول لي تشرب ايه؟ خبط لزق. امال لو اقول لحضرتك اه تقول لي تاكل ايه الاول؟ تاكل ايه الاول؟ هات لي اتنين فول. عيني. خد يا معفن يا واطي هنا. واني لسه خلصت طلبات. احنا قلنا ايه؟ اتنين فول واتنين فلافل واتنين بيض واتنين مسقعي، وهات لي طبق طرش كده عشان يفتح نفسي، وحاجه ساقعه. ماشي. بقول لك انت مستعجل يا معفن، مش لما اخلص كلامي تبقى تغور في دهيه. خليهم تلاتات. تلاتات؟ ايوه، وخلي السائع صاروخ، وكتر الترشي عشان انا نفسيتي مسدوده منكم، جاتكم القرف بلد زباله. تؤمر يا باشا تؤمر. عايز يقلب محل العطاره قهوه؟ ايوه قهوه. مستغرب ليه؟ ما هو كله بسببك. وانا عملت ايه بس يا حاج؟ سايب مال ابوك لاخوك ينهب ويتصرف فيه زي ما هو عاوز. ده عاوز يورثني بالحياه وانا لسه عايش على وش الدنيا، ما متش. ما تشر عليك يا حاج، ربنا يديك الصحه وطولة العمر. وبعدين يا حاج ما انت عارف انا ظابط شرطه وشغلي في مكان حساس، ما ينفعش اشتغل حاجه تانيه جنبه. ومنير بيشتغل معاك من صغره واتمرمط في الشغلانه لحد ما شارب الصنعه، ما ينفعش انا زحمه في لقمه عيشه. قصدك اكل الصنعه ومصمص صوابعه وراها؟ ده كرش واسع وما بيشبعش وعمره ما هيتعلم مني حاجه ابدا. ومن الاخر انا خلاص رميت طبطه. را
روق بس يا حاج، وان شاء الله كل حاجه تمشي زي ما انت عايز. منير ده برضه ابنك الكبير ومالوش بركه الا انت. والله انت طيب وعلى نياتك وهتفضل طول عمرك كده يا ابني. انا عارف هو ما طلعش زيك ليه. انت كنت عايز حاجه يا ابني؟ والله يا حاج بص، انا كنت عايز منك طلب كده بس الصراحه مكسوف منك. يعني خير يا ابني؟ في ايه؟ اتكلم بصراحه. كده كنت عايز 25000 جنيه يعني سلفه، يعني كده لحد ما ربنا يسهل وارجعهم لك ان شاء الله. ايه 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 ايه؟ قلت ايه؟ 25000 جنيه؟ انت فاكرها تكيه ولا ايه يا معتز؟ الكلام ده لو حصل يبقى على جثتي. ما تدي لاخوك قلمين بالمره يا سمونير، ما هو ده اللي ناقص. ايه بس يا جماعه، في ايه؟ صوتكم جايب اخر الدنيا. تعالي شوف اخوكي. اهدى بس يا حاج، مش كده؟ اهدى ازاي؟ ما انتش شايفه داخل ينطح ازاي؟ انطح ده ايه؟ وانا طور ولا ايه؟ يا ريتك حصلت طور يا اخي، ده الطور بيفهم احسن منك. ليه بس كل ده؟ انا بتكلم في الحق. جاب كسر حقك. اسمع ما اقولك، طول ما انا عايش على وش الدنيا تبقى كلمة كلمتي والشهرة شرطي. أنا لسه ما متش عشان تبيع وتشتري في إخواتك زي ما أنت عايز. يعني إيه الكلام ده؟ يعني حدي لأخوك اللي هو عاوزه بالعند فيك، ولو مش عبك اخبط راسك في الحيط. يا جماعة مش كده، ما نتكلم بالراحة. والنبي بقى خليك في حالك، أنت شوف اتبطلك ومعدي ومش هتصيعك خالص. ماشي حاج ماشي. في 60000 داهية. أنا قلت ماشي. سيبنا اتصرف معاه، ده واد زبالة ما يجيش إلا بالسك فوق دماغه. بنت يا منيرة. أيوة يا حاج. الواد ده بيديك الشهرية بتاعتك في ميعادها ولا لأ؟ بيديهالي يا حاج، بيديهالي. أيوة بحسب، كانت هتبقى وقعته سودة لو كان قلب أصله معاكي. انا جبت لك فطور عشان تاكل، بيجي لك يومين على لحم بطنك. ماليش نفس. ولو قلت لك عشان خاطري، ممكن اسالك سؤال؟ اسالي. انت ليه جبت الفروجه وعملت اللي عملته؟ انا راجل متعلم وافهم في الاصول، قلت حافظ على شكلك انت وناسك قدام الخلق. وبعدين يا حكمه، انا ليا نظره في المراه اللي قدامي وفهمها من عينيه. وفوق دولة ودولة، ده انت نقوت الكبير. تعرف يا سيدياب، انت كبرت قوي قوي في نظري، وعمري ما هنسلك اللي عملته عشان. الله يكرم اصلك يا ستي. بكفاياك دخان، انت عفرت كتير. خايفة على صحتي؟ معلوم. مش جوزي؟ جوزك؟ بخاطرك ولا بخاطر عمك؟ بخاطري. انت جوزي وسيدي وتاج راسي كمان. حكمت، ايه الوش الجديد ده؟ عاوزة حاجة اياك؟ عاوزة رضا الراجل اللي سطرني وحافظ علي. لو عاوزة رضا يصح تنفذ اللي هطلبه منك. هتطلب ايه؟ ارقصي معاي. ارقص؟ انا ما بعرفش ارقص. سيبي لي نفسك خالص ولا هعلمك. سيدياب انا بستحي. تعالي تعالي يلا قربي. سيدياب انا بستحي. قربي. ايوه كده. ايوه 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 ايوه. من النهارده ما تستحيش مني واصل، ده انت مرتي يا بيت. ايوه انا من النهارده مرتك. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر عليك، ما يجيبها الا رجالها. حبيبي احمد ما شاء الله، ربنا يحميك يا رب يا معتز. احسنت. مش حامد؟ لا ده ظابط، ده خارج سياحه في فنادق، مش عارف عينه ظابط ازاي. عارف يا ده معتز، انا اكتر حاجه مطمناني في الاسبوعين اللي هسافرهم دول ان انت موجود هنا. تلميذك يا باشا. تلميذي بس؟ تلميذي بس يا المهم قول لي صحيح، ايه القبض نزل ولا لا؟ قبض ايه؟ قبض لسه بدري يا ابني، انت مزنوق ولا ايه؟ لا والله حس، بس انا وايمان جات لنا فكره كده ننقل الشقه تمليك في مساكن الشرطه ونترحم من الايجار الجديد. والله عين العقل، وهتبقى جار يا شقيق.
بس المشكلة المبلغ لسه مش جاهز، ورحت لأبويا استلف منه وأخوها الكبير وقف لي فيها. تاني أخوك ده، تاني هو ما بيتوبش أخوك ده، حطك في دماغه ليه؟ والله العظيم لو مش أخوك معتز ما تزعلش منه، أنا كنت علقتهولك من رجليك. بس بيني وبينك ما تحسبهاش، سيبها على الله. أدينا هو لسه مجوز أختي شاهين ده وداخل على جواز وربك بيسهلها. ونعم بالله. تعرف أنا أكتر حاجة بتعجبني فيك إيه يا حسن؟ حاجة واحدة بس يا معتز. بين تلاتة أربعة. لا بس بجد والله أكتر حاجة بتعجبني فيك إن أنت رمي توكلك على ربنا. ونعم بالله، رزقك هيجيلك هيجيلك، واللي من نصيبك هيصيبك، صح ولا غلط؟ صح. توكلنا على اللي بيوكلنا، تشرب إيه بقى؟ الشاي يا كبير. جيت يا منبرك لسه واصل حالا، يا دوبك شقرت على العيال والجماعي وتنتني جاي على طول. قصر في حديثك الماسخ ده. ايه الحكايه؟ اخوك دي ليومين لابده في اوضته، محدش سمع له حس. يعني هي جت عليه يا كبير؟ اسكت ساكت يا واد. عريس جديد يا ابوي، انت سيد العارفين، الغربال الجديد ليه شده. ليه؟ هو كان ناقص حريم اياك؟ هو كان بيخلص في مصر ولاني ما داريش. والله معاك حق يا كبير، ده سيدي دياب ده بيخش في المفيد على طول. لسك واقف يا بابا؟ قول اطلع عايد سيدك دياب، قول له الدله دلوك عشان يقعد معانا. غور جاك الربراب. هو امرك يا سيدي الناس. قول له جيب اللاف طوف معاه. اللاف طوف، اللاف طوف. أخبار التهريبة إيه يا كبير؟ ميتة هنتمموها. الصبر عدق الهبابي. دلوقك أخوك يتدلى من فوق ونقعد ونتحدث معاه. ربنا يتممها على خير. عتب. يوه كفاية بقى يا إيمان. يا ماما والله العظيم الشقة لقطة، والله العظيم هتطير مني. يعني انتش عايزيني اعمل لك ايه بس؟ يعني يا حبيبتي يا ماما عايزاكي تفكي لي الوديعة وتديني فلوس الفضلة علشان اقدر اشتري الشقة. يا حبيبتي هو انتي غريبة؟ ما انتي عارفة البير وغطاه. يوه بقى يعني ايه يا ماما؟ يعني الوديعة دي بتاعت عمر اخوكي، مش حبيب دي ايدي عليها، شايلها له تنفعه لما يجي يتجوز. يا ماما بقول لك الشقة هتروح مننا لو ما كملناش المبلغ المطلوب. يعني انتي عايزة تتجوزي وتقعدي في شقة ملكي انتي جوزك وبنتك، وانا ابني ينتلف امله يفضل طول عمره عازم ما يعرفش يتجوز؟ ابنك مش هينتلف امله. ابنك ممكن يجي يقعد معاكي لو هو عايز يتجوز هو ومراته يونسوكي. هو الجواز شقة بس، الجواز مهر وشبكة ومصاريف كتيرة قوي، وانتي عارفة كده كويس. ما ينفرجي عروسته ما رضتش تيجي تقعد معايا وصممت انه يجيب لها شقة، هيبقى وقتها الحل ايه؟ انتي لما جيتي تتجوزي خدتي نصيبك من ميراث ابوكي، ده حق عمر. ده كلام تقوليه يا ماما؟ انا عايز اخد ميراثه؟ كل اللي بطلبه منك انك تسلفيني المبلغ اللي ناقص. معتز ان شاء الله هيعرف يبيع ورثه من نصيب مامته في بيت الحلميه، وهنرجع لك الفلوس. ادعي لنا ربنا يفرجها. وفرجي ربنا ما فرجهاش، هيبقى الحل ايه؟ بتفوري في وشي بدل ما تقولي لي ربنا يفرجها. ايمان انا جبت لك من الاخر، الوديعه دي بتاعت عمر ومش هفكها غير لعمر. يا ريت تقفلي الموضوع ده. السلام عليكم. عليكم السلام يا نور عيني. امي حبيبتي. ازيك يا حبيبي؟ عامله ايه؟ امي ايه الاخبار؟ كويس. وانت عامل ايه؟ تعبان والله، اخر 3 4 5 حاجات وهموت هنا. يا حبيب قلبي ادخل ريح لك شويه. تعبان قوي بقى من ايه ان شاء الله؟ كان عندنا يا ستي النهارده تفتيش وجرد في البنك من اول النهار، اتهلكنا. يا راجل بقيتوا تشتغلوا السبت؟ جمعه وسبت وحياتك، بس ما بنفتحش للجمهور. لا ربنا يعينك بجد. هقوم احضر لك الاكل حالا. يا حبيبتي زي ما انت، والله ماليش نفس لاي حاجه، يا دوب اخش اريح لي شويه عشان عندي بالليل ورديه في البنك. يلا انا اذنك يا حبيبتي. انا اذنك يا امي. ربنا يقويك يا ابني ويوقف لك ولاد الحلال يا رب. صباح الخير يا ابوي. صباح الخير يا ولدي. صباح الخير يا جابر. صباح الخير يا عريس. قوم يا عاد قوم، قول لهم يجيبوا لنا القهوة. عمرك يا سيدي الناس. لا افتح قطري اكلك. هي سبع ولا ضبع؟ 107 يا ابوي.
ايه رايك في نجاوه ابوك؟ مفيش احسن من كده يا ابوي، خير ما اخترت. يلا شد حيلك وتجدعن، عايزينك تملنا البيت عيال عشان نبقوا عزوه. حد يبقى ابوه الكبير ويحتاج عزوه تانية. المهم نتكلموا في الشغل. حاضر يا كبير. عاوزك تشد لنا مكتوب للخواجه البيع على اللابتوب بتاعك عشان نتفقوا على العمليه الجديده. امرك يا كبير. يا مسهل يا رب. هيسهل، ما تخافش. هيسهل. بس انت شوف شغلك. دل على سلامتك يا حماده. الله يسلمك يا ام. اشرب العصير ده بقى عشان ايه؟ يرم عظمك كده. واحمد ربنا بقى ان الحكايه جت على قد كده. نشوف مستقبلنا بقى وشغلنا. ما تقلقيش، كله هيبقى تمام ان شاء الله. انا مش عارفه انت ما طلعتش ليه زي حسام اخوك. وكل حاجه حسام. نفسي نفسي كده تبطل الطيش اللي انت فيه ده وتهدى كده اهوت وتشوف بنت الحلال اللي تهدي سرك كده وتلمك. ان شاء الله يا ماما، ربنا يسهل ان شاء الله. طب عن اذنك بقى عشان انا هطلع اركب اسمه ايه ده في البتاع ده. ربنا يهديك يا محمد يا رب ورزقك ببنت الحلال. الو، ازيك؟ عامل ايه دلوقتي؟ انا تمام الحمد لله. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك، شكرا على السؤال. لا ما تقولش كده، انا مش عارفه اشكرك ازاي على اللي انت عملته عشاني. هو انا لسه عملت حاجه؟ يا خبر ابيض، هو انت ناوي تعمل حاجه كمان؟ طبعا، انا لسه هعمل بلاوي. للدرجه دي؟ واكتر. بس انت مش فاهمه، اول ما شفتك حسيت بايه؟ حسيت بايه؟ حسيت ان انا مش شايف حد غيرك. يا سلام. وان انا هموت واتكلم معاكي واتعرف عليك. عموما انا اول ما شفتك ارتحت لك وحسيت كاني عارفك من زمان. طب ايه بقى؟ ايه؟ ايه؟ مش هشوفك ولا ايه؟ مش لما تستريح شوية وتقوم بسلامة؟ ايه ده ايه ده؟ حيلك حيلك، انت صدقتي ولا ايه؟ ده انا كان ممكن افرتكه، بس انا عامل شويتين دول عشان اشوفك. طب هشوفك امتى بقى؟ طيب خلاص انا هشوف كده وهرد عليك. اوكي باي. حلت امه بلع الطعم، البت شغلها على الاخر. كل المسائل حسب تعليماتك برضو يا زميل. انجز انت بس بسرعه، انجز انت عشان نقفش. خايف الواد ده يطلع واد سيس وما حلتوش اللضا. لا ده اخو مرات اخويا، عيله معروفه كويس، عندهم عماره في الزمالك لو اتباعت هتجيب ملايين. يسمع من بقك يا كبير. يا عم دمي، مش مشكلة ارد عليها بعدين. يا راجل طمنا عليك، لا اكون قلقانة ولا حاجة. انا لو رديت عليها هتقلق اكتر. ليه يا عم؟ عشان انا قايلها ان انا في البيت بعمل جرد، لو رديت عليها في وسط الدوشة دي هتقول لي ايه يعني؟ هتعرف ان انا بضحك عليها. والله يا عمر معاك حق. سمك على قنديل على وش النيل. سمك على قنديل يا سمكة. رد عليا يا عمر، طمن قلبي عليك. بص ياض يا جميل، مش طم الأصلية، مش هتغلى عليا. مش طم الأصلية، مش هتغلى عليا. اصحى للميلادية، اصحى صح 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 صح.
كده الموضوع زاد عن حده قوي. قلقانة إيمان على عمر، بكلمه على التليفون ما بيردش. يعني هيكون راح فين يا ماما؟ بيقولي إن عنده جرد في البنك. جرد إيه لغاية دلوقتي يا ماما؟ والله ما أنا عارفة، أنا احترت. عمر ما تقلقيش أنت نفسك، أنا هفضل وراه لغاية ما يرد عليا. ماشي يا حبيبتي. لا إله إلا الله يا ماما. سيدنا محمد رسول الله يا حبيبتي، مع السلامة. إلا قول لي يا سيدي. قولي. لحد دلوقت ما عارفاش انت بتشتغل فيه. وعاوزة تعرفي ليه؟ معقول تبقى جوزي وما عارفش بتشتغل فيه؟ يا ستي بتاجر في السلاح. سلاح؟ ايوه. مالك اتخلعت كده ليه؟ وانا قلت لك بتاجر في المخدرات لا سمح الله. ها؟ فبلاها التجارة دي وتاجر في أي حاجة تاني. زي إيه يعني؟ أي تجارة تكون حلال والسلام. وهي حكمة، ما هي تجارة السلاح حلال. حلال منين؟ وهي كلها قتل في قتل. ما أنت قلتيها. آها، كلها قتل في قتل، يبقى لازم الواحد يدافع عن نفسه، والسلاح وسيلة للدفاع عن نفس من ولاد الحرام، صح ولا لا؟ صح، بس بردك ممكن السلاح ده يقع في يد ولاد الحرام وساعتها هيأذوا بيه الناس ويبقى ذنبهم في رقبتك. أنا مالي الصالح، مالي الصالح، أنا زي بياع السكاكين، واحد ياخدها يطبخ بيها وواحد ياخدها يقتل بيها. كل واحد عقله في راسه يعرف خلاصه. دياب، أنا خايفة عليك. الطريق ده واعر ونهايته عفشة. نهايته عفشة صح، بس على الضعيف أبو قلب رهيف. إنما أنا أقلق بلد بحالها، ما تخافيش علي اطمن. بس ايه؟ ما عوزش رضي كثير في الموضوع ده، وحسك عينك تجيبي لي صورته تاني، فهمة ولا لا؟ ربنا يعوض عليك. ها جاي ولا الدور الجاي؟ جاي يا حلاوتك يا حلاوتك. ده أني هروحك ملط النهاردة. ده أنت بتحلم. تعال نخلي الحلم حقيقة. أها أهو الحلم ده هخليه كابوس يكبس على نفسك يا طاهر. اعجل يا وهدان، طاهر هيخسرك الجلد والساق. ولا يهمني يا جاموسة، مفيش حد في البلد كلها يقدر يغلب طاهر في الورق. اعجل ياض. ولا يهمني واصل، أنا جيبي عمران وحيعمر أكتر لما لعبه وأكسبه. ما تسيبوه يا رجال، ما تسيبوه، هو اللي جابه لنفسه، وبعون الله فلوسه دي كلها هتبقى من نصيبي. ولا هي جت علي؟ بس انا اللي هفنط. فنط يا روح امك فنط. ها فنطت يا ولي؟ فنطت. طيب يا هتلعب على كام؟ العب على 100 جنيه. يا جامد يلا يا جامد انت. الواد قلبه جامد. واني ال 100 جنيه بتاعتي اهي. ها طلبات؟ خد سيف. خدني كمان سا كمان، وعشان خاطر الراجل اللي لسه مغلوب ده كمان سا. اها هات لي البت بس تكون مزه. اها هات لي هنا. ايوه هنا هنا يا ولي. اهون عليك يا طاهر اروح بيتك ده؟ أعمل لك إيه؟ ما أنت اللي عامل لي فيها سبع الليل الحيران، اشرب بقى. صح الكلام. تستاهل. أحب على يدك يا طاهر، ده أنا هموت من البرد، ده غير فضيحتي وسط الخلق. خلاص خلاص ما تضايقش نفسك يا وهدان، أنا عامل حسابي. البس الجلابية دي. إيه ده؟ ده لبس حريمي. ما تقلقش، أنا عامل حسابي. وجايب لك الطرحة عشان ما تستهواش. بالراحة عاجبك الفضايح اللي حصلت النهاردة يا عمر؟ انت كان ممكن تموت في الخناقة دي. انت ايه؟ ما بيفرقش معاك الفضايح قدام الناس؟ يعني عايز انا اشوف واحد عايز يحضنك واقف اتفرج عليه؟ وفيها ايه؟ ده معجب من ضمن معجبيني. الاعجاب حاجه وان يمد ايده عليكي حاجه تانية خالص. انت بتغير عليا يا عمر؟ نسيت ان انت مراتي على سنه الله ورسوله؟ لا ما نسيتش.
وانت عارف ان انت كنت حلم عمري. الحمد لله بقت مراتك وربنا حقق الحلم. اللي يبص لك بس بصة واحدة اقسم بالله لخزق له عن الاثنين. ربنا ما يحرمنيش منك. العريس وصل. اهلا، ازيكم يا بنات؟ الحمد لله على السلامه يا عريس. بسم الله ما شاء الله، شكلكم هتبقوا ستات بيوت. ايه عقبال ما نزوركم في بيت العدل كده؟ يا رب يا حسام يا رب. ومستعجل على ايه يا اختي؟ العروسه فين؟ العروسه في الاوضه بتودى بالدولاب. ثواني واندهلها. خليكي مكانك، انا هخش اندهلها بنفسي عشان عايز اقول لك كلمتين سر كده على الفراغ. لا لا يا حسام، ده فال وحش. خليكي في حالك انت، ربنا كريم. ها اوعى حد يخش عليا، انا فاهمكم اهو. جيت؟ لا لسه، خدي راحتك على الاخر، اكني ما جيتش، اكني مش موجود. طب يا زهر حسام امشي بقى معلش. انا عايز اساعدك. ما ينفعش دلوقتي. ليه ما ينفعش؟ ليه؟ انا عايز اساعدك. يعني بقول لك ايه، انا كنت بطل العالم في توضيب الدواليب، حتى اسالي دفعتي في كليه شرطه. بطل يا زهر. ما بهزرش. حتى يعني اسالي دفعتي. امشي عشان ما هعمل اي حاجه مفيده. بطمن على ذوقك. الله. لا اطمن، انا ذوقي حلو هيعجبك. بجد؟ طب بص على عين. ممكن تروح تحط المرتبه على السرير؟ احط المرتبه؟ ده انا انجد المرتبه. مرتبة بس يا لهوي بالي. تعالي يا مرتبة بالحضن يا مرتبة اهو. شوف اسهل حاجة ان الواحد يحط. في ايه يا حسام؟ مالك؟ استني استني استني. في ايه؟ خير يا رب، الله ما جعله خير. استني، شكلنا خدنا عين من البنات اللي بره دي. مش عارف الدنيا بتلف بيا، حاسس اني عايزة اطلب لك دكتور. مش عارف في، انا باني حامل ولا ايه؟ حقك عليا يا حاج، ما تزعلش مني. معلش السوق كان وحش وانا متنرفز، زعلش مني. وده يخليك ما تحبش الخير لاخوك. معتز، معتز ده اخويا، هو يعني علشان خاطر من ام تانيه يبقى انا بعتبره مش اخويا؟ لا ده اخويا واخويا الصغير كمان، واحب له الخير. بس معلش هو طالب قرشين في ظروف وحشه قوي، السوق وحش وفلوسنا بره، مصاريفنا كلها بره في السوق مش عارفين نلمها. طب ثلاثه بالله العظيم يا حاج، انا فكرت كده استلف له القرشين دول من اي حد واديهم له، بس ما تزعلش. يعني انت عرفت غلطك وندمان عليه وطالب السماح منك يابا؟ انت عارف انا ما اقدرش اعيش في الدنيا دي الا برضاك عليا. ربنا يهديك يا ابني. ربنا يخليك لي. بقى انزل بقى عشان محل لوحده. ماما ماما، ايه ده؟ انت بتعملي ايه على الصبح كده؟ ازاي تيجي من غير اذن؟ وازاي تشوفيني بالبيجامه ده حتى في الوحش؟ على فكره انا مش جايه عشانك اساسا، انا جايه افطر مع حماتي حبيبتي لحد ما سعادتك تصحى وتاخد دش، بعدين بقى نروح نجيب شويه حاجات ونروح نجيب النجف من درب البرابره. درب البرابره يا بنت سلطح بابا، وعامله لي فيها انجليزي وديزاينر والخمسه دول. ها بطل رغي، بطل رغي وخش غير هدومك عشان نفطر سوا قبل ما تنزلوا. قبل ما تنزلوا مش نازله معانا ولا ايه؟ انا مش هجيب حاجه غير على ذوقك يا ماما. لا كل حاجه هتيجي على ذوق سلمى. على ذوق سلمى؟ قولي له يا طنط. مين يا طنط؟ انت معايا ولا عليا؟ انا مع الحق. مع الحق. ادي اخره اللي مراته تبقى